الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير في برنامجكم العاشرة نوميديا. أصحاب الجبة السوداء يقاطعون العمل اليوم احتجاجا على الضريبة المفروضة في قانون المالية 2020، حيث قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مقاطعة العمل القضائي وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية احتجاجا على الإجراءات الضريبية المفروضة على المحامي في قانون المالية 2020. وقال الاتحاد أن الرسوم والضرائب الجديدة تثقل كاهل المحامي لكونها تتضمن 19 رسما لقيمة المضافة و26% بصفة تصاعدية ضريبة على الأرباح و2% على الرسم المهني، بالإضافة إلى 15% لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي. ويعتبر نص البيان أن مجمل هذه الرسوم والضرائب يتجاوز 50% من دخل المحامي حسب الاتحاد. ولإثراء النقاش أرحب بضيفي الأستاذ جباري مهدي، محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة. مرحبا بك سيدي. أستاذ مهدي، نبدأ مباشرة في الحديث عن احتجاج اليوم من طرف أصحاب الجبة السوداء على هذه الضريبة. نفهم أن الضريبة فيها حسب بيان منظمة المحامين فيها تثقل كاهل المحامي. لماذا لم يكن الرفض من قبل فترة القانون المالية، ولماذا ربما تأجلت الاحتجاجات الحقيقية إلى غاية اليوم السيد مهدي، بما أن الضريبة حسب الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين تقول تتجاوز 50% من دخل المحامي؟ ونعرف المحامين شباب اللي تأثر عليهم بالدرجة الأولى سيدي. بسم الله، أولا مشكورين على الدعوة. العفو سيدي، مرحبا بك في أي وقت. إجابة على سؤالكم واللي كنت متوقع على كل حال. نعم، يعني التساؤل يطرحه بال... أكيد أكيد. إحنا على كل حال كمحامين عندنا اتحاد وطني يمثلنا كمحامين. نعم. معناته عندنا حوالي 20 نقابة على المستوى الوطني. النقابات، هذا حوالي 20 نقابة تكون اتحاد وطني. الاتحاد الوطني اجتمع بنقبائه. احنا في العاصمة عندنا الأستاذ المحترم السليني عبد المجيد، بالعباس، تلمسان، باتنا، النبا، غيرها. لما اجتمعوا قبل ما يصدر قانون المالية احتجوا على المشروع، قال لك هذا المشروع حقيقة راه يضر بفئة المحامين بشكل كبير. فالاحتجاج ما كانش احتجاج داخل النقابة وفقط، لا، سأزودك ببعض المراسلات الرسمية واللي هي موجودة في الباج فيسبوك بارو دالجي. راك تشوف سيدي الى السيد رئيس الاتحاد الوطني هذا المقترحات، لما تقراو تشوفوا ان الاتحاد الوطني كان رافض من البدايه. هذه راهي مؤرخه في 5 نوفمبر. الى معالي وزير الماليه راهي مؤشره لو 13 نوفمبر. نفس الشيء الحكومه السابقه يعني. نعم. الى السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني. هناك العديد من البيانات. معناتها الى السيد رئيس اللجنه الماليه 5 نوفمبر. وراهي نفس الشيء مؤشره. مصادق عليها. الى جهات عديده السيد مهدي الى السيد رئيس اللجنه القانونيه. هذا المراسلات سيدي المحترم كلها ان دلت على شيء تدل ان الاتحاد الوطني للمحامين ونقابتنا احنا هنا في العاصمه، انا اتكلم على نقابه العاصمه ومانيش نتكلم استعمل كل المنافذ قبل الوقفه الاحتجاجيه. نقابه العاصمه والاتحاد الوطني للمحامين عبر 48 قام بما عليه. الإشكال مش في نقاباتنا على المستوى الوطني، الإشكال مش في نقابة العاصمة، الإشكال دائما في الآذان الصاغية. ولا واحد سمع لكم يعني. أبدا. ولا واحد سمع لكم. والدليل أن مشروع القانون اللي تم اقتراحه من طرف الحكومة لم يعرف تعديل ولم يعرف نفس المشروع صدق عليه صديق كما هو. صدق عليه أستاذ مهدي جبار. بالعودة الحديث، النقابة تقول أنه قرارات مجحفة خاصة في حق المحامين الشباب الذين لا نشاط لهم ويمارسون المهنة بشق الأنفس. يعني نعرف بداية المحامي السيد جباري مهدي دائما بداية صعبة، ونزيد له على ذلك هذه الضريبة ربما اللي راح تأثر عليه، خاصة مع الكراء، خاصة مع الإيجار، مع هناك العديد من التحدث
تحدثنا مع محامين شباب العديد من المعوقات نزيد لهم الضريبة هذه بدرجة أخرى. شوف سيدي المحترم، المحامي أول عبء عليه لما يتحصل على لاغريمون باش يفتح مكتب هو الإيجار. ليكون في علمك أن القانون المنظم للمهنة الآن لازم على المحامي باش يدفع باش يفتح مكتب لازم عقد إيجار لمدة سنتين. معناتها لازم مبلغ مالي باش يأجر مكتب لسنتين. هذا أول عبء. على الأقل يكون 30 مليون سنتيم ولا 35 مليون سنتيم في أماكن. نعم. هذا مش في العاصمة. نعم. في مدن داخلية. نعم. أن في العاصمة شيء آخر. شيء آخر. نعم. طيب الإشكال مش في الأعباء أنت على محمد فتح المكتب والنار. الإشكال الكبير إحنا كنا في قانون المالية القديم تاع 2014. نعم. كان النظام جوزافي، معناتها أنا كمحامي أنصرح بمبلغ معين. نعم. قال أنا في العام شيفر دافير تاعي 100 مليون تقريبي. نعم. 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 على 100 مليون نخلص 12% وفقط. نعم. وفقط. وكيفاش نخلصها؟ عندنا من أول جوان حتى من أول جانفي حتى لجوان. نعم. نخلصها قبل الجوان. نعم. نخلص منها 50% معناتها إلى نقولوا إحنا 150 شيفر دافير نخلص 18 مليون ما تجيني 9 ملايين. نعم. 50% تبقى 50% أنا مخير. نعم. ندفعها مرة واحدة بعد جويف يعني قبل 15 سبتمبر ولا نقسمها 4 مليون ونص 4 مليون. لكن الآن وش صرع؟ الآن وش صرع؟ احنا كنا النظام الجوزافي 12% وفقط. وفقط. نعم. من شيفر دافير. نعم. من رقم الأعمال. الآن القانون هذا وش راه يحتم علينا؟ احنا كنا نخلصوا تيفيا. الآن تيفيا وتيابي. نعم. الرسم المهني. الآن أراه الرسم المهني وضريبة. نعم. الأرباح كذلك. الآن لا 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 إحنا ضريبة الأرباح بموجب قانون المالية 2014 ألغية. نعم. ألغية. أوكي. الآن رجعونا ضريبة الأرباح. نعم. ويريت كانت الأمور معقولة. إحنا ملزم علينا الآن 26% من قيمة الأرباح. نعم. في السنة. نعم. معناتها إلى أنا في العام جبت 100 مليون لازم 100 مليون بصفة تصاعدية يعني. نعم. بشكل يعني مضر بشكل كبير. وهذا وأنا جاي للقناة نوميديا عندكم اليوم. نعم. قلت هذا وأنا نخمم في الموضوع قلت هذا فيه مساس ب الأمن المالي. نعم. للمحامي. نعم. سبحان الله كيف أنا كنت نخلص 12% تي في مع تي بي ونزيد نخلص. نعم. اليوم 26% يا سيدي 26 زائد 12 راهي 38% بالإضافة إلى 15% لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي مثل ما تحدث الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. معناتها لو كان نحسبه 35 و 15 50 ولا 55 وش تبقى للمحامي في العام؟ معناتها لو كان نزيدوا نحيوا لي شارج خلاص معناتها ما بقى والو للمحامي. نعم. يعني هو وكان تدخل صارخ في فوائد المحامي واتعابه السيد مهدي جباري. فوائد المحامي خلينا نقولوا اتعابه خلوه في الاتعاب اولا. دخلوا في مصطلح الاتعاب. المحامي ليس بتاجر. المحامي هو دفاع. نعم. وإذا نحبوا نقيسوا تطور أمة أو تطور بلد. نعم. فنقيسوه بقوة دفاع. نعم. بين المعايير هي قوة الدفاع. احنا نشوفوا أنه من خلال هذا القانون أنه الدفاع حبينا نكسره في بلدنا. نعم. شيء جميل أعجبني في مصر في سنة نظن 2016 صرى نفس الشيء فانتفضت نقابات المحاماة وبعدين. نعم. صرى فيه بروتوكول بين وزارة. نعم. المالية وزارة العدل ونقابة المحامين في هذا البروتوكول أعجبتني كلمة رائعة وش قالك يعني الخلاصة تعال. نعم. يقول لك حرصا من وزارة المالية على تسهيل وتبسيط الإجراءات في تحصيل ضريبة القيمة المضافة. نعم. إحنا في بلادنا ما فيش تسهيل فيه دائما تصعيد فيه دائما خاصة على الدفاع. ونزيدك حاجة أخرى سيدي المحترم. نعم تفضل. المشرع الجزائري راه بيرتربي
معناتها المشرع. هل هو مرتبك اليوم مشرع جزائري بمثل القوانين سيد مهدي؟ أكيد. هنا التساؤل في 2014 ينحي لك ليرجي على المهن الحرة بما فيها المحاماة، يجي في 2020 يرجع ليرجي. علاه؟ هل الآن وضع المحامي أو وضع بلادنا ككل الوضع الاقتصادي أراها ممتاز يسمح أنك تقتص مني 26% من اللي يرجي؟ بالعكس، الآن الوضع الاقتصادي للبلاد المعلوم للعامة قبل المتخصصين أن الوضع الاقتصادي راه منهار. كيفاه الوضع؟ أستاذ مهدي، في ظل هذا الوضع الاقتصادي منهار، هل تراجع عمل المحامين بكل صراحة؟ بعض المحامين، هل المحامين غادروا المجال هذا؟ هل المحامين يعني وقفوا نشاطاتهم إلى حين؟ شوف الوضع العام للبلاد راح ينعكس على كل مجال، سواء كانت مهن حرة، طبيب أو محامي أو مهندس عنده مكتب دراسات أو على التجارة. احنا وضع البلاد تقريبا سنة من المطلع فيفري 2019 من الحراك 22 فيفري إلى يوم هذا، يعني بتعبير بسيط البلاد تسكرت. إلى تجار كبار الاستيراد حبسوا، لأن القوانين والماشية تتصاعد ضدهم. إلى تجار صغار نفس الشيء. فكل هذا الوضع الاقتصادي نقول بصراحة اللي أراه انعكس أثر على المحامي، انعكس مش غير المحامي، انعكس على كل مجال. خلونا نتكلموا في مجالكم سي مهدي، بما أن العديد من المحامين تلاقينا بهم محامين شباب، يتكلموا لك على الوضع تاعهم، يتكلموا لك على الضريبة هذه. من بداية الحديث عن الضريبة من مشروع قانون المالية قبل المصادقة عليه، بدأ السجال والحديث عن المخلفات الضريبة وإرهاصات هذه الضريبة. سيد مهدي، اليوم يدفع الثمن هو المحامي الشاب قبل أي محامي. يعني هناك محامين عندهم خبرة ما شاء الله وعندهم قضايا وكذا وكذا ويرافعون، لكن المحامي الشاب وبدايته، المحامي الشاب تعرف يبدأ دائما بقضايا صغيرة، بالأحوال الشخصية إلى غاية حتى باش يوصل قضايا في التجاري ولا في الجنائي، ولا لازم له مدة كبيرة. سيد مهدي، احنا واش نقولوا؟ نقاباتنا على المستوى الوطني كانت قابلت مشروع قانون المالية باقتراح. وشنو هو هذا الاقتراح؟ باش نبسطه للمشاهد الكريم، هو الاقتطاع، على الأقل فهموا مطالب الاتحاد. نعم، هو الاقتطاع من المنبع. وش معناتها الاقتطاع من المنبع؟ احنا عندنا قانون المساعدة القضائية اللي صدر بموجب القانون 0902 المؤرخ في 25 فبراير 2009. هذا القانون حدد بارام للمساعدة القضائية في مختلف القضاء، على مستوى المحاكم والمجالس ومحكمة عليا ومجلس الدولة ومحاكم التنازع. النقابات سنتعنا، وهذا هو من صلب اختصاص النقابة، هو الدفاع للمحامي خاصة فيما يضر مصالح المحامي. هذا السلم، نعم تفضل. هذا السلم يخص المساعدة القضائية. المساعدة القضائية، نعم. الاقتراح واش كان؟ قال لك احنا نقترحوا كما في مصر، كما في عديد الدول على كل حال. قال لك احنا نقترحوا يوم المحامي اللي يروح للمحكمه يسجل قضيه. كمل تسجيل القضيه، يفوت الجيشي نتاع الضريبه، يقتطعوا له من المنبع. قال قضيه مدنيه فرضا 1000 دينار. تمبر 1000 دينار، طابع جبائي 1000 دينار. قضية مثلا تجارية 2000 دينار، في المجلس قال مثلا 3000، في المحكمة العليا 4000 دينار. مفهوم، وخلصت الحكاية. لكن للأسف هذا المقترح لم يؤخذ به البتة. وهنا ملاحظة، حتى لو نقرأ في جميع هذه المراسلات، ولو كانت السلطة الوصية سواء، يعني قدمت مقترحات أستاذ مهدي عن طريق هذه المراسلات إلى وزير العدل، إلى مش وزير العدل، إلى رئيس اللجنة القانونية الوطني، رئيس المجلس الشعبي الوطني. لو كان، وإلى السيد وزير المالية، لو كان فيه أذان صاغية وقرأوا هذه المراسلات ببصيرة، وش يلقاو؟ يلقاو أنه لو يطبقوا نظام الاقتطاع من المنبع رايح يدخلوا كما موجود في المراسلة 5 مرات جباية من المحامين، يعني مقارنة باللي دخلوا فيه. نعم،
كيف أستاذ أشرح لي النقطة هذه؟ نعم. لأن أنا كمحامي فرضا في الشهر راح نسجل 10 قضايا ولا 20 قضية على مستوى من المحكمة للمحكمة العليا، هذا القضايا كامل نخلص. نعم، يعني بصيغة السلم نقدر نخلص 10,000 دينار جزائري إذا كان عندي 10 قضايا. نعم نعم، فرضا عندي 10 قضايا كلها قضايا. كل نعم. من كل من جي نسجل قضية نسدد عليها حقها الضريبي. نعم. هنا كمحامي وانتهى. يستحيل. نعم. أي محامي يتهرب من الضريبة. ليكن في علمك فيه بعض احنا ما عنديش احصائيات يعني هناك تهرب ضريبي في الجانب الاخر. نعم اكيد كاين بعض المحامين شباب ربما عنده عام ولا عامين ولا ثلاث سنين اصلا ماهوش مديكلاري، عند لي زامبو ما يقدرش يديكلاري. هذه معلومه. نعم. هذه معلومه ما يقدر حتى واحد فيه. لكن لو وزاره الماليه من خلال المشروع اللي كان مشروع واليوم راه قانون. نعم. لو سهلوا وبسطوا الإجراءات ونقصوا في الضريبة. نعم. اتأكد تماما كل المحامين الشباب الصغار رايحين يصرحوا بالضريبة تاعهم، وكل قضية كل قضية يجي يسجلها كي يخلص عليها. يعني لم تتلقون أي رد فيما يخص هذا المقترح سيد مهدي سواء على أكيد. نعم. لن أجيب على هذا السؤال لأني ما نتكلمش باسم النقابة. نعم. أنا محامي نعلق على قانون مالي. نعم. هذا السؤال. نعم. يوجه لمن يمثل. نعم. النقابة. يمثل النقابة مفهوم السيد مهدي جباري، بما أن نقول أن المقترح يفيد مدى الخزينة العمومية أكثر ما يخلينا دائما في الضبابية، بما أنه احنا عارفوا كل المحامين اللي راهم في إطار عملهم. هنا فقط نقطة تفضل. تقنية. تاجر يخدم على الكونتيتي معناتها يشري هذا الكاس. نعم. بألف فرق يبيعوا ب 12 دينار. نعم. واحد اخر يبيعوا ب 20 دينار. نعم. شكون اللي يبيع الكونتيتي اكثر تاع 12 دينار ولا 20 دينار؟ نعم. نفس الشيء في الضريبه. نعم. لو كان الضريبه مش غير المحامين، الضريبه يجب ان تخفض على الجميع. نعم. الى حد معقول. لما تخفض على الجميع بما فيهم احنا المحامين، الجميع سيسارع. نعم. سيحصل الضريبه اكيد. نعم. بشكل عام. نعم. سيساهم هو نفسه سيساهم، يروح ويسدد الضريبه وما عنده حتى اشكال. لكن وقتاش يوقع التهرب بالضريبة؟ لما يكون هذا الرفع الكبير تي في تي بي ليرجع. لا لا، علاش الشيء هذا كان؟ لا. نعم. هذا إضرار كبير. نعم. إضرار كبير بالدفاع، مش غير بالدفاع. نعم. حتى بالمواطن. لأنه أولا وأخيرا الشيء اللي راح يسده المحامي، يعني ممكن تكون الأتعاب ترتفع بالنسبة على المواطن. نعم. أو على المتقاضي سيد مهدي جباري، بما أننا نتحدث دائما على المواطن المتقاضي في المتقاضي كطرف يبحث دائما للمحامي للمرافعة وللدفاع عنه في العديد من عن حقوقه. السيد مهدي جباري هنا يطرح تساؤل كذلك، بما أن الضريبة عموم الضرائب والزيادات دائما تؤثر على كامل تسلسل في العملية في الجزاء. مثلا حتى في جانب المحامي فتحت لي مجال أنه ممكن ترتفع أتعاب المتقاضين بعد هذه الضريبة، لأن الأتعاب مثل ما يقول الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين تصل الرسوم وتتجاوز 50% من دخل المحامي باحتساب وش قلت تكلمنا عليه رسم القيمة الموظفة 19% و 20% بصفة تصاعدية، ضريبة على ضريبة الأرباح و 2% على الرسم المهني، بالإضافة إلى 15% لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي. سيد يعني نتوقع بعد هذه الضريبة أن ترتفع الأتعاب سيد مهدي جباري؟ والله أنا ما نتمناش نهائيا. أنا من الدفاع اللي ضد أن تكون الأتعاب كبيرة، خاصة في مثلا في الأحوال الشخصية. سيد مهدي جباري عندما نتحدث مع المحامين، حتى المحامي أو إنسان على كل حال وبشر، على أتعاب وعلى الأحوال الشخصية، حتى من هناك من يتنازل عنها خاصة في قضايا الخلع وفي قضايا الطلاق. هناك من يسمح في حقه بما أن ظروف المتقاضين مزرية جدا. هو بالدرجة الأولى المحامي هو جزائري. نعم. احنا نعرف أن الجزائري مهما كان. نعم. أصيل خاصة في الأحوال الشخصية. نعم. المحامي أصيل هو جزائري بالدرجة الأولى. نعم. وفيه نقولوا احنا بالعاميه فيه الحنان. نعم. فيه الانسانيه. نعم. فيه الانسانيه. فعلا. فهذا القانون مجحف بشكل كبير. نعم. سواء بالنسبه للمحامي او
بالنسبة للمتقاضي، لأن هذا القانون راح تكون عليه ليه انعكاسات سلبية على المتقاضي. وأولها مقاطعة أولها المقاطعة الجلسات. نعم تقريبا ما فيش بيت جزائري إلا وعنده قضية، سواء في الأحوال الشخصية، سواء في التجاري، في الدعم، سواء في التجاري، سواء في الجنح، سواء في المخالفات، سواء في الجنايات، سواء في المحكمة العليا، وقس على ذلك. نعم قس على ذلك العديد من الأقسام فيما يخص بين المجالس القضائية، بين المحاكم والمجالس القضائية. السيد مهدي جباري، بالعودة الحديث عن وضعية المحامي السيد مهدي جباري، حبيت نعود لنقطة أخرى بالحديث بعيدا عن الاحتجاج، عن دورات الأداء اليمين. أستاذ مهدي جباري، منذ سنوات ما كانش هناك دورات بالنسبة لأداء اليمين، السنة هذه أعتقد أنه عادت الدورة، لكن عادت بأتعاب كبيرة شوية، على 15 مليون سنتيم على محامي شاب وعلى طالب خريج جديد من وتحصل على الكفاءة المهنية. تعتقد أنه كذلك الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين يراجع النقطة هذه فقط فيما يخص دورات أداء اليمين فيما يخص المحاماة؟ أولا من الناحية الشكلية، يعني البداية الصعوبات تبدأ من أداء اليمين. أنا من الناحية الشكلية واحتراما لجميع النقابات، أنا ما عنديش الحق نجاوب على هذا السؤال، ومع هذا أنا من هو إشكال. نعم أنا راح نتكلم من جانب قانون فقط. إحنا لما نرجع لقانون المنظم لمهنة المحاماة يتعدل سنة 2013، القانون وش يقول لك؟ يقول لك لازم تكون مدارس وطنية جهوية للمحامين. وعليه ما تفتحتش هذه الدورات؟ لأن المدارس لم تنشأ، وقع سجال مد وجزر بين العديد من النقابات، وفي الأخير الحمد لله أنا من المحامين اللي فرحت أنهم فتحوا دورات التدريب لزملائنا، ونتمنى لهم كل التوفيق. هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية، تعليق فقط على القيمة نتاع 150 ألف دينار اللي يدفعها. يوم الأيام عندها سنوات، قريت في النظام المغربي عندها سنوات، بلك على الأقل 5 سنوات، أن المحامي المتربص المغربي يدفع بمقابل درهم نحن 50 مليون سنتيم. معناتها لو نروحوا للقانون المقارن، لو نشوفوا التجارب سواء في مصر أو في تونس أو في المغرب أو في الأردن، تأكد تماما ستجد أن مبلغ 15 مليون بالمقارنة ما هو موجود دوليا أو عند جيراننا على الأقل، قيمة بسيطة جدا. هذه من ناحية الأولى. من ناحية ثانية، احنا نعرف أن قيمة الدينار انخفضت تتهوى إلى ما يقارب 50%. بمعنى يستلزم 15 مليون تقريبا راهي 7 مليون ونص القيمة تاعها. بالعودة إذن إلى اتحاد منظمة المحامين، إذن اليوم هناك وقفة احتجاجية على الضريبة المفروضة في قانون المالية 2020. أصحاب الجبة السوداء يقاطعون العمل اليوم بعد قرار الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين مقاطعة العمل القضائي نظرا للرسوم والضرائب الجديدة التي تثقل كاهلة المحامي، لكونها تتضمن 19 رسم للقيمة المضافة، وكذلك 26% بصفة تصاعدية وعلى ضريبة الأرباح، و2% على الرسم المهني لطاب، بالإضافة إلى 15% لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي. واعتبر نص البيان للتذكير أن مجمل هذه الرسوم والضرائب يتجاوز 50% من دخل المحامي، زيادة على المراجعات المستمرة والمبالغ فيها التي يتعرض لها المحامي. معربا إذن أعرب كذلك عن امتعاض اتحاد منظمات المحامين لعدم أخذ مقترحاته بعين الاعتبار من طرف وزارة المالية ولجنة الشؤون المالية بالبرلمان خلال الإعداد لمناقشة قانون المالية لعام 2020. إذن اتحاد منظمات المحامين قرر إذن تبليغ المداولة إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير المالية، مشددا على أنه سيبقى في اجتماع مفتوح
مفتوح لاتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات أخرى إضافة إلى مقاطعة العمل القضائي والاحتجاج أمام المجالس القضائية، قرارات مشحفة حسب الاتحاد وخاصة في حق المحامين الشباب الذين لا نشاط لهم ويمارسون المهنة كما قال بشق الأنفس، وحتى أن هناك من لا يستطيع دفع، أن هناك من يستطيع دفع مبلغ استئجار المكتب كما قلنا السيد مهدي جباري، إذا تمت معاملة مثل معاملة المحامين الشباب بهذه المعاملة حسب البيان دائما، بما أن البداية صعبة على كل أي نشاط خاصة نشاط المحامي الأستاذ مهدي. هناك مجال تصعيد كذلك بالنسبة للاتحاد، الاتحاد منظمة المحامين في حالة عدم الاستجابة، يعني ننتظر دائما رد الفعل من طرف الجهات الوصية فيما يخص هذه الوقفة الاحتجاجية، لكن هناك نقطة أخرى أستاذ مهدي، الحديث عن المتقاضين، يعني بما أننا المحامين في جلسة مفتوحة وجلسات المقاطعة بداية نتحدث عن اليوم، ما نشوفوش أن حتى عمل المتقاضين اليوم يتأثر كذلك سيد مهدي، ودائما راح يفتح المجال آخر نحو مثلا تعطيل مصالحهم مثل ما حدث من قبل في 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 مثل من طرف القضاة والوقفات القضاة. أعود لك سيد مهدي قبل ذلك نربط الخط بالزميل إسماعيل بوفليح في مجلس القضاء من رويسو. صباح الخير إسماعيل. إذا في انتظار إسماعيل بوفليح أعود لك أستاذ مهدي الإجابة عن هذا التساؤل، يعني عشنا من قبل فترة احتجاجات القضاة وحتى المتقاضين تأثروا كثيرا بوقفات القضاة. سيدي بادئا يجب التنويه، نعم. وأنا متفائل جدا أني هذا الوقفة تاع اليوم وهذا المقاطعة لجميع المحاكم والجهات القضائية سواء كانت مجالس محكمة عليا مجلس محكمة، هذا المقاطعة أنا متأكد بإذن الله ستؤتي ثمارها. لماذا؟ لأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من اللي جاء شفنا نية كبيرة، باب الحوار مفتوح، نعم. فتح باب الحوار مع الجميع، نعم. حتى في الحملة الانتخابية تاعو كانت عنده تعهدات كبيرة، لأنه هذا الضغط على المجتمع يحاول أنه ينقص منه. وأنا متأكد أنه رئيس الجمهورية حتى وزير العدل اللي كان نائب عام في مجلس قضاء العاصمة واللي بصراحة أغلب الدفاع اللي تعاملوا معه يقرون له بشيء أنه يحترم الدفاع بشكل كبير، نعم. فأنا متفائل أن هذا الوقفة الاحتجاجية لن تصعد عليها، لأن السلطات العليا في البلاد رئاسة من رئيس الجمهورية إلى وزير العدل إلى وزير المالية، نعم. إلى المجلس الشعبي الوطني كلهم أنا متأكد بإذن الله أنا نعتقد والاعتقاد نتاعي، نعم. معناتها يكاد يعني هناك باب الحوار مفتوح، نعم. سيد مهدي جبار، باب الحوار، نعم. وسيكون قانون تكميلي بإذن الله، نعم. وهذا القانون التكميلي بصفة غير مباشرة رايح يلغي هذا المادة 282 مكرر فقرة 2، نعم. وبإذن الله سيعتمد نظام الاقتطاع من المملكة. أستاذ مهدي، عموم الضرائب في الجزائر وتحصيل الضريبي في الجزائر، ما عندناش تحصيل ضريبي كثير في الجزائر سيد مهدي، خلينا من المحامين نعود للضرائب التي يدفعها العمال الموظفين في الجزائر، الأرقام كبيرة بالنسبة للعامل البسيط سيدي، ما نقدروش نشوفوا واحد السميك تاعو 18000 دينار جزائري ولا 30000 دينار جزائري في ظروف متكون تتكلم على تراجع قيمة الدينار بعد تعويم الدينار لسنوات وسنوات وصلت بين 40 و50% سيدي، ما نشوفوش حنا حتى النظام الضريبي في الجزائر لابد أن يراجع بطريقة تكون عادلة على كامل الفئات السيد مهدي بغض النظر عن المحامين. شكرا على السؤال اللي كنت ننتظر فيه بصراحة. بالنسبة لقطاع الضرائب في بلادنا نكون واضحين ونكون صادقين ونكون صرحاء، ورانا نخاطبوا في مجتمع محترم ومجتمع واعي، والوعي هذا راه بينه من 22 فبراير إلى يومنا هذا. قطاع الضرائب في بلادنا متأخر جدا 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 بالمقارنة بغيرنا من الدول، بدليل إلى اليوم هذا القطاع غير مرقما، غير مرقما فعلا فعلا، غير مرقما. يتفق خبراء المالية على النقطة هذه، نعم. وهذه سيئة كبيرة في حق قطاع الضرائب، هذا من جهة أولى. من جهة ثانية بالنسبة للعامل البسيط،
نتأسف إلى يومنا هذا والحراك طالب بهذا أنه ما زالت ليرجي تطبق على العامل البسيط. تتصور منذ حوالي شهر فيش دو باي عندي في المكتب فيها حوالي 7,400,000، شحال ليرجي متاع العامل هذا 2,100,000، عامل تنحيلو 2,100,000 وش خليت له؟ بالتالي التحصيل الضريبي فيه ظلم كبير. التحصيل الضريبي، هناك من يطالب أستاذ مهدي بفتح نقاش فيما يخص التحصيل الضريبي في الجزائر. هناك أرقام استقينا من خبراء الاقتصاد سيد مهدي جباري فيما يخص التحصيل الضريبي من 62 إلى غاية اليوم. تصور أنها توصل حتى 100 مليار دولار غير محصلة، ضرائب غير محصلة. نبدأها ما نتكلموش على العملاء، العمل البسيط والموظف لأنها تحصل عليه، نتكلم على رجال الأعمال علوة تحصل عليه طريقة، لكن رجال الأعمال واللي موجودين في السوق الموازية يعني المارشي بارالل، يعني دائما ضريبة غير محصلة. تصور أن حوالي 40 مليار دولار تتواجد في السوق الموازية، معظمهم لا يحصلون ضرائب بالنسبة للمتعاملين رجال الأعمال. الأسباب، أول سبب واللي استقيته مباشرة من يوم الايام رئيس كمحامي، نعم لا انا هذا كاين مد معلومه نحب نعطي لها صور تاعها. نعم تفضل. يوم الايام رئيس مفتشيه ضرائب هنا بالجزائر العاصمه يقول لي يا استاذ كيفاش نقدروا نحصلوا الضريبه وانا عندي 4 أو 5 عمال فقط؟ ما نقدرش. مثلا في باب الزوار، يعني اليه تحصيل الضريبه غير متوفره. نعم استاذ، احنا في باب الزوار عندنا 120 الف ساكن، 120 ألف ساكن. تصور 120 ألف ساكن، شحال فيها من تاجر، شحال فيها من طبيب، شحال فيها من محامي، وكاينة مفتشية واحدة 4 أو 5 عمال. هل 4 أو 5 عمال يقدروا يراقبوا كل هذا التجار؟ نعم. هل يقدروا يبعثوا لي ميزون دو مير كلها في غياب الرقمنة؟ نعم في غياب الرقمنة. نعم. احنا متأخرين. هذا السبب الأول. أعتقد أن السبب الثاني هو المبالغة في نسبة الضريبة. وش كنا نتكلموا 17 و19 و12 و20 و26؟ نعم. هذه المبالغة في الضريبة هي اللي أدت. نعم. هي اللي أدت للتجار أنهم يتهربوا. نعم. من تسديد. استسمحك أستاذ جباري مهدي، يتواجد معنا إسماعيل بوفليح مباشرة من مجلس القضاء برويسو. صباح الخير إسماعيل. تفضل إسماعيل. صباح الخير وليد. إذن نعم، نحن الآن متواجدون هنا بمجلس القضاء بالعاصمة هنا برويسو، أين سيقوم المحامون بوقفة احتجاجية وكذا ممكن مقاطعة الجلسات التي برمجت على المستوى الوطني، وذلك احتجاجا ومطالبة ممكن بإلغاء يعني قانون الضريبة الجزافية التي يعني طالبوا ب يعني إقرار أو الإبقاء على الضريبة التي كانت من قبل. إذن ما يحضر معي الأستاذ كمال مصباح الذي هو محامي معتمد لدى مجلس القضاء هنا بالجزائر، وكذا أيضا في منظمة المحامين. أستاذ كمال، إذا كما قلتم يعني هناك وقفة احتجاجية برمجت هذه الصباحية، وكذا أيضا مقاطعة الجلسات المحكمة على المستوى الوطني، يعني تقريبا المطالب التي تطالبون بها كنقابة للمحامين، وكذا ممكن الضريبة التي أو المطالب الأساسية الرئيسية هنا في الوقفة، مدام أنه هناك المشاكل يعاني منها المحامين على مستوى المهنة. فعلا على كل حال هذا القرار المقاطعات تم اتخاذه من طرف مجلس الاتحاد الوطني للمحامين، وفيه يعني وقفة احتجاجية مع مقاطعة عبر يعني كامل التراب الوطني، وذلك نتيجة يعني النظام الضريبي المفروض على المحامين بموجب قانون المالية 2020، لأنه قبل ذلك يعني السنة الفارطة أن المحامي كان يعني تحت نظام الضريبة الجزافية، يعني ما يعني حتى التصريحات ما يكونش كل شهر، كل 6 شهور يصرح ويدفع، لأنه نعرف أن المحامي عنده شغالات كثيرة، ما عندوش وقت كل شهر، ماهوش كتاجر. لكن بعد يعني مناقشات مع اللجنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني واللجنة القانونية، يعني تم إعطاء وعود لهيئة المحامين على أساس أنه سوف احنا قدمنا اقتراح على أنه يتم اقتطاع ضريبة من المنبع،
واعطينا حتى الآليات والمواد عن طريق منظمة الجزائر، لكن بعد اعطائنا وعود اليوم خرج قانون المالية 2020 تفاجأنا بنظام آخر، يعني التجار والحرفيين والاقتصاديين يعني اعطوهم نظام الجزافي، خلاو في نظام جزافي، اما المحاميين والمهن الحرة يعني استثنوهم واعطوهم نظام التصريح الحقيقي اللي يعني يبقى كل شهر يعني يقدم تصريحات ويمسك سجلات يعني على مستوى المكتب تاعو بالتأشير من إدارة الضرائب، ولكن الأدهى والأمر أن يعني النسبة تاع الدفع من الصافي تلحق إلى 26% إضافة إلى 2% لطاب، إضافة إلى 15% من يعني تصريح ضمان اجتماعي توصل ربما إلى 50%. هل يعقل يعني المحامي يعني كل يعني سنة هو يشتغل والاتعاب تاعو يعني بعد ما يعني يخرج صافي 50% يروح الضرائب و 50% يروح لـ 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 يعني الارباح المحامي؟ يا هذا يعني نلاحظ ان اغلبيه 90% من المحامي عبر التراب الوطني يحتجون على هذا، لان النظام الضريبي فعلا اللي قدمناه احنا من المنبع راه يعني والم المحامي، اضافه الى يعطي يعني ارباح للخزينه 5 أضعاف مقارنه بالنظام اللي راهو ساري، ويعني وحنا اللي ادرى يعني يعني هذه الاليات اللي قدمناهم. وعلي احنا اليوم رانا في مقاطعه كاول خطبه، ثم يعني راح نقوم بمراسلات ما دام المرحله الحاليه هي مرحله يعني محاوره والحوار والتشاور مع يعني كل اطياف المجتمع من بينهم المحامين. اليوم يعني رايحين نقدموا يعني انشغالنا الى السيد وزير الاول من اجل مناقشه هذا النظام الضريبي واعاده النظر فيه، ولما لا تجميده والابقاء على النظام الجزافي الى حين يعني اعطاء ميكانيزمات للضريبه من المنبع وتجسيدها بموجب قانون تكميلي، قانون المانيه التكميلي. وشكرا. تقريبا يا استاذ يعني عندكم مقترح ايضا بديل ممكن لهذا النظام الجزافي، يعني ما هي ممكن الاليات او ابرز النقاط التي يتضمنها هذا المقترح بالنظر للمقترحات او بالنظر للنظام القديم؟ يعني حسب النظام القديم هل تعتقدون ان هذا النظام هو الاجدر ممكن لاعاده او بعث يعني تقريبا فوائد اكثر للخزينه العموميه، يعني حسب ما قمتم به في البيان الذي اصدر عن نقابه المحامين؟ فعلا منظمه محامي العاصمه اضافه الى الاتحاد الوطني للمحامين قدم اقتراح وقدم يعني كمشروع قانون الضريبه من المنبع، هي عباره عن يعني دمغه جبائيه يعني تدفع او تلصق في كل عرائد القانونية وفي كل يعني إجراء قانوني أو رسالة تأسيس تلصق يعني مسبقا، يعني يكون تسديد مسبق. وهنا لاحظنا أن يعني هذه الطريقة تسمح يعني للخزينة العمومية يعني بتحصيل كل إجراء قانوني ليقوم به محامي، أي محامي حتى اللي ما راهمش مصرحين في الضرائب يصبح يعني يصرح بها مسبقا، يعني يحط الدمغة هذيك دمغة جبائية تصبح من المنبع، وبالتالي حتى العلاقة مع إدارة الضرائب ما تمليش عندنا علاقة مباشرة، يعني تولي علاقة في نهاية السنة نوضع يعني يكون فيه جدول مع مفتش الضرائب المختص إقليميا، يديرنا جدول تاع تسوية نقدموا احنا شحال من الدمغة لصقناها، وبالتالي بعد ما يوضع جدول تسوية يكون فيه يعني المحامي في إطار يعني قانوني وفي حالة تسوية وضعية تاعه. استاذ يعني هل يعني ونحن نشاهد من ورائنا صوره من مجلس قضاء العاصمه اين يتواجد بعض المحامين يتجمعون الان هنا بالمجلس، يعني هل هناك استجابه واسعه لدى المحامين هنا بخصوص هذه الوقفه وكذا مقاطعه الجلسات عبر الوطن؟ فعلا يعني هذا يعني كعينه مجلس قضاء الجزائر، لانه المقاطعه راح تشمل كل المجالس القضائيه والمحاكم على مستوى التراب الوطني والوقفات الاحتجاجيه في كل مجلس قضائي، يعني راهي الساعه تشير الى حوالي 10:30 او 11 غير، يعني من على ان شاء الله 30 دقيقه راح يكون فيه تجمع كبير من زملاء المحامين التابعين لمنظمه الجزائر العاصمه من اجل تعبير عن رفضهم لهذا القانون المفروض على المحامي، لان القوانين الاصل هي مناقشه، يكون عباره عن مناقشه بين السلطه وبين يعني الفاعلين في المجتمع المدني وبين يعني القطاع الذي يخصه هذا القانون. احنا القطاع او المهنه تاعنا تاع المحامين لم يتم اشراكنا، احنا قدمنا مقترحات ولم يتم اخذها بالاعتبار،
خاصة وأنه في ظل يعني كانت فيها حكومة تسير أعمال التي أعطت وعود للنقابة ولل يعني الاتحاد على أنه سيتم أخذها بالاعتبار، فإذا بنا نتفاجأ بوجود يعني قانون جديد يعني لا يتماشى مع مهنة المحامي. شكرا أستاذ، بارك الله فيك. يعني تقريبا كل المعلومات الخاصة بموقفة المحامين يعني قدمها الأستاذ كمال مصباح، وهو محامي معتمد لدى مجلس المحاماة أو مجلس القضاء هنا بالعاصمة. تقريبا هنا يتجمع بعض المحامين، يعني هناك بعض المحامين يتجمعون هنا في مجلس القضاء بالعاصمة، أين ستبرمج وقفة احتجاجية كما قلنا بالخاصة بالمطالب التي كانت مبرمجة، وأيضا هناك مقاطعة لجلسات المحاكمة على مستوى كل مجالس القضاء بكل الولايات. إذن هذه هي ما هو بحوزتنا وليد. إذن نعود إليك ومزيد من التفاصيل سنوافيكم بها في النشرات القادمة. شكرا زميلي إسماعيل بوفليح، كنت معنا من أمام مجلس القضاء رويسو، وشكرا جزيلا كذلك لضيفك أستاذ كمال مصباح. إذن أعود إليك السيد مهدي جباري. تحدث الأستاذ كمال مصباح مثل ما كنا نتحدث من بداية الضرائب عن ضريبة الجزافية، عن اقتطاع الضريبة من المنبع، تحدث كذلك على الاستجابة فيما يخص المحامين. هناك خلينا نقول أنه كان إرادة حقيقية اليوم طرف المحامين حتى يبلغون رسالتهم إلى السلطات المعنية فيما يخص هذه الضريبة التي يقول الأستاذ كمال مصباح لا تخدم أي محامي في الأساس. سيدي، هذه الضريبة اللي الآن صدرت بموجب أحكام المادة 282 المكرر الثابتة بموجب قانون المالية، ما هيش ما تخدمش المحامي فقط، ما تخدمش البلاد، ما تخدمش البلاد بكلها. هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية، كيف نتصور وعلاه نزيد عبء على المحامي؟ شاك موا تلزمني أو ألزمني قانون المالية كمحامي شاك موا الروح لقباضة الجمارك نخدم جي سين كونت واش خدمت، ونصرح ونشاك موا شاك موا شاك موا في نهاية العام قبل 30 أفريل من نهاية السنة ملزم، عفوا كمل فيك، ملزم أنني نروح عند كونطابل ويخدم لي لو بيلون، لو بيلون فيه الإيرادات والنفقات والربح الصافي النت واش خرج لي، ونزيد باش نخلص عليه اليرجي، لأن اليرجي نخلصوا على النت. هذه من ناحية أول. للأسف قانون المالية ألزمنا بشيء فظيع، وهذا هو اللي كان كما يقولوا بلغ سيل الزباه. هذه النقطة اللي أفاضت الكأس. كيف نلزم أو نفرض على المحامي هذا النظام الجوزافي مع التصريح المراقب؟ شو معناتها التصريح المراقب؟ معناتها أنا كمحامي يجيني كونترولور من ليزامبو للمكتب تاعي ويقول لي يا أستاذ أعطيني الملفات اللي خدمتها في هذا الشهر. هذا التصريح المراقب يتعارض كلية مع سرية العمل نتاعنا، لأن هذا ملفات راهي فيها سرية التحقيق. كيفاش نسلم أنا ملفاتي للكونترولر تاع ليزامبو، أنا ملزم بحفظ السر المهني؟ معناتها هنا كاين إشكالية قانونية. أنا من جهة يلزمني القانون أني نحفظ السر تاع الموكلين تاعي، ومن جهة يجيني قانون مالية يطلع على مداخيل. شوف الإشكالية على أتعاب المحامي. سبق لي وفي بلاطوهات أخرى قلت على المباشر وبكل صدق وبكل وضوح، إشكالية بلادنا قليل باش نصيبوا إنسان المناسب في المكان المناسب. لأن قانون المالية لو اللي شرعوا خمم في حاجة اللي هي سرية التحقيق، اللي هي المحامي ملزم قانونا ملزم بكتمان السر المهني، وتجيني من جهة أخرى بقانون مالية تقول لي التصريح المراقب معناتها كيجيك مراقب للمكتب أعطيه الملفات يطلع عليهم، فوالله كارثة قانونية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة واللي أساءت الدفاع بشكل كبير، قانون المالية ألزمنا بدفتر مؤشر من طرف الضرائب، هذا الدفتر نكتب فيه الإيرادات نتاعنا والنفقات نتاعنا،
وكأني تاجر. احنا نعرفه في القانون التجاري من هو الملزم قانونا بمسك الدفاتر التجارية، هو التاجر. معناتها لما تطبق علي أنا نفس المبدأ، هو سميته دفاتر تجارية وأنا سميتها دفتر الإيرادات مبدأ المهن الحرة، معناتها أنا أصبحت تاجر. المحامي المحامي ليس بتاجر، المحامي هو دفاع. وفي البداية بديت بنقطة، قلت من بين المعايير اللي نعرفوا بها الدولة المستوى نتاعها أراها مرتفع ولا مرتفع ولا لا، هو احترام، هل الدولة هذه تحترم دفاعها ولا لا. إذا احترمت الدفاع نتاعها إن شاء الله راهي بخير، إذا ما احترمتش الدفاع نتاعها ناهيك عنه. وكأنه إجراء بيروقراطي أستاذ مهدي جباري، بالذهاب والعودة إلى الجمارك، بالذهاب والعودة إلى المحاسب وكذا وكذا في فترات وجيزة كل شهر. شو من جانب آخر إجراء بيروقراطي آخر يعرق، يخلي دائما هذا التغول الإداري، هذا الإدارة دائما مهيمنة على كل أعمال إدارية. نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذا السؤال. نعم نعم، شكور جدا. أعتذر فقط أستاذ نجيب بيطام معنا عبر الهاتف. صباح الخير أستاذ نجيب بيطام. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. كيف الحال استاذ؟ الحمد لله. الحمد لله استاذ. اليوم وقفه احتجاجيه ومقاطعه الجلسات بالنسبه لاصحاب الجبه السوداء المحامون. الضريبه اليوم تفجر وضع بالنسبه للمحامي، بما انها حسب الاتحاد الوطني لمنظمه المحامين تتجاوز الرسوم والضرائب 50% على المحامي، خاصه ناهيك عن المحامي الشاب. طبعا احنا نعتبر نثمن هذا القرار تاع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين داعي الى اضراب ووقف احتجاجيه اليوم، تنديدا بهذا القانون، ما ورد في قانون الماليه بخصوص فرض ضريبه على نشاط وعمل المحامي. المرجعيه هي عدم استشاره هذا المنظمة تاع المحامين، هي هيكل قائم بحد ذاته في الجزائر وهيكل حساس، لم يستشر في تضمين قانون المالية هذا البند هذا. لذلك اتضح انه هذا القانون سيثقل كاهل المحامي، وهو خروج عن المألوف، خروج عن المألوف المعمول به في عديد من الأنظمة وفي عديد من دول بخصوص فرض الضريبة على نشاط المحامي. إذن الخلفية والمرجعية هي عدم استشارة هذا الكيان نتاع الدفاع لضم الآلاف في هذه المسألة، هو اللي أدى باتخاذ هذه المبادرة وهذا الإجراء، وفيه دعوة للحوار والتفاوض لإعادة النظر في هذا النص، لأنه إثقال كاهل المحامي سيؤدي بالتبعية إلى إثقال كاهل الموكل الذي هو المواطن. إذن الضرر الآثار نتاعه لا تتوقف عند المحامي فقط، فكلما زادت الضريبة زادت أتعاب المحامي والتي يتحملها المواطن والموكل. لذلك جاء هذا اليوم الاحتجاجي للدعوة للتفاوض وإعادة النظر في هذا النص القانون. أستاذ نجيب بيطام، هل هناك استجابة مثلا في ولاية باتنا بالنسبة للوقف الاحتجاجي والإضراب؟ استجابة أنا في مجلس قضاء باتنا استجابة مطلقة. أعتقد أحنا المحامين عندما يتعلق الأمر بقرار صادر عن مجلس الاتحاد فالكل ملزم باحترام هذا القرار، فيما عدا الإجراءات المتعلقة بالأجال. يعني يسمح لي أنا كمحامي مثلا أني نمشي للمحكمة وللمجلس باش نسجل مثلا طعن أو استئناف إذا كان اليوم هو آخر أجل فقط، هذا هو الاستثناء الوحيد المتعلق بالأجال. فيما عدا ذلك فالكل مستجيب لدعوة مجلس الاتحاد. احنا اليوم عندنا حتى جنايات، يعني تأسفنا كثير، مرغمون ولسنا أبطال، تأسفنا كثير لأن بعض الموكلين عندهم جنايات كانوا ينتظروا اليوم باش يتحكموا، للأسف الشديد تصادف يوم محاكمتهم مع هذا اليوم تاع الاحتجاج هذا. نتأسف ولكن أكيد الجهات القضائية ستعمل على تأجيل هذه الملفات لآخر الدورات أو للدورات المقبلة. نعم أستاذ نجيب بيطام، هل هناك أصداء حول مثلا اتصالات مع الجهات أو السلطات المعنية فيما يخص إضراب اليوم واحتجاج اليوم؟
بالطبع انا اعتقد ان مجلس الاتحاد وعلى راسه النقيب الوطني الاستاذ ساعي اعتقد انه تكون فيه ضروري لازم تكون فيه اتصالات كما جرت عليه العام تكون فيه اتصالات وربما تكون فيه حتى اجنده للدخول في مفاوضات حول هذا الامر هذا مع الجهات المعنيه لانه هذا اذا ما كانش فيه رده فعل واستجابه لهذا المطلب تاع الهيئه ستكون ثمة عوده الى نشاط الاحتجاجات والاضرابات وهذا ما لا نتمناه ولا يتمناه اي احد لانه في النهايه سيعرقل السير الحسن لمرفق القضاء وهو مرفق مهم وانت تعرف في مسائل الجنايات لا يمكن محاكمه المتهمين في قضايا الجنايات الا بحضور الدفاع مستحيل تتم المحاكمه. استاذ نجيب بيطان هل من اضافه اخيره؟ والله نتمنى انا اتمنى دائما انه تكون استجابه من الجهات المعنيه حتى نوصلوا الى حل توافقي رضائي. احنا ما نقولوش نكونوا متميزين على الجهات او الهيئات الاخرى، لا، احنا فقط نطالب ان نكون مثل الجهات والمؤسسات الاخرى ومثل ما هو ساري به العمل في كثير من الدول. لماذا يرهق او يثقل كاهل المحامي في الجزائر فقط؟ احنا كثير من الدول عندها أنظمة جبائية يعني منطقية ومقبولة، أما هذا الشيء اللي جاء به قانون المالية هذا فلا يتقبله أي محامي. نتمنى أن تكون ثمة استجابة. نعم، أشكرك سيد نجيب بيطان، كنت معنا من ولاية باتنا، شكرا جزيلا على ما قدمته في برنامج العاشرة نوميدي. أعود لك أستاذ مهدي، سمعنا نجيب بيطان، سمعنا من قبل المحامين حتى نحاول سماع كل الأطراف. اليوم كان باتنا كذلك فيما يخص الاستجابة للمحامين، اليوم محامين في وقفة واحدة حول مراجعة هذه الضريبة التي لم تكن في حسبان المحامي. حتى المحامين اللي تكلمنا معهم ما كانوش يعتقدون يتصوروا أن نزيد نضيف لهم أتعاب أخرى وضريبة أخرى في فترة صعبة كما قلت على الجزائر وعلى المحامي كذلك. أولا بالرجوع إلى سؤال بيروقراطية الذهاب والإياب إلى قبضات الضرائب من طرف المحامي، هذا إشكال آخر، هذا إشكال كبير. نعم. وأنا شاكر لك على طرح هذا السؤال. هذا الذهاب والإياب لقبضات الضرائب من طرف المحامي ولا من طرف أي تاجر إن دل على شيء راه يدل على التأخر الكبير لقطاع الضرائب. الناس في البلدان المتطورة راه يخلص من داره يا سيدي المحترم. أنا باش نخلص ضريبة نروح لقبضة الضرائب ونعمل لاشان باش نخلص، والله لاعب كبير، هذه الأولى. الثانية، المهمة الأساسية للمحامي ما هيش الاتصال بإدارة الضرائب، هي الدفاع عن حقوق المتقاضين. نعم. والصحافة باعتباركم صحافة تعلموا المهنة الشاقة للمحامي. المحامي عندنا جلسات ندخلوا 9 تاع الصباح نخرجوا 12 تاع الليل من الجلسة. اليوم راك في المحكمة هذه، غدوة في تمراس، بعد غدوة في عين قزام، السمانة جاية راك في غردايا، راك في باتنا. معناتها المحامي ماهوش مربوط بالمحكمة وين راه فاتح المكتب تاعو. معناتها إذا حبينا الدفاع اللي هو المحامي حبيناه وعندنا إرادة سياسية أن الدفاع يؤدي الدور المنوط به، الدور المنوط به وهو الدفاع عن حقوق المتقاضين وهو المساهمة مع القضاء أي مع القضاة في إحقاق الحق، لأنه طبقا للنظام الداخلي، لأن احنا عندنا قانون المحاماة وعندنا نظام داخلي ستاتي. نعم. ما يعبران بالستاتيو. احنا في الستاتيو تاع المحامات يقول لك من هو المحامي؟ يقول لك المحامي هو الذي يساهم مع القضاة في إحقاق الحق. نعم. سواء كان في حق ضحية أو متهم. نعم. أو كان في حق مدعى أو مدعى له، دائما هو يساعد القاضي في وقائع جرمية معينة أو وقائع مدنية، يبين ينير العدالة بما يراه، وفي الأخير القاضي سيحكم بناء على ما عنده في الملف وعلى ما تم إنارته به من قبل الدفاع. إذا هذه المهمة الأساسية لي أنا كدفاع باش نساهم معك أنت قاضي في إحقاق الحق، تجيب لي أعباء جديدة ضريبية شاك موا جي سين كونت روح للضرائب هذا الدفتر للإيرادات، معناتها
هذا القانون سيحيدني بشكل أو بآخر عن مهمتي الأصلية، وهي الدفاع عن المتقاضين سواء في المدني أو في الجزائي، ولا سيما الجزائي وهو الأخطر، لا سيما أن إحنا الدفاع أخطر مهمة لنا. وشن هي الدفاع عن المتهمين الموقوفين، لا سيما أنه فيهم مظلومين، يا ما مظلومين. أنا كمحامي الدور نتاعي قادر يلحقني الوقت ويطبق هذا القانون وما نروحش نديكلاري بجي 50، نقول لك علاه، لان الاولويه نتاعي هو هذاك الزوالي المحبوس المسجون ظلما. نعم استاذ، قبل ان نختم نخلي لك كلمه ختام في 30 ثانيه استاذ مهدي. عملنا حوصله على الضريبه، تكلمنا عن واقع المحامي اليوم، تحدثنا عن المحامي الشباب، تحدثنا عن الاستجابه للاضراب والاحتجاج امام المجالس القضائيه في 30 ثانيه قبل ان نختم رساله أخيرة. نعم، رسالتي أو قبل ما أقرأ رسالتي، أنا شاكر للاتحاد الوطني للمحامين على هذا القرار الشجاع، على هذا القرار المحترم الذي هدفه إيصال صوت الدفاع لأعلى هيئة في البلاد. هذه أولا. ثانيا، وأنا متفائل وستستجيب بإذن الله الهيئات العليا في البلاد، رئاسة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الوزير الأول إلى وزير المالية إلى المجلس الشعبي الوطني. في الأخير نتمنى من الهيئات الوصية في البلاد أنها تدعم الدفاع، تخلي الدفاع يخدم بحرية. بالعكس، احنا محتاجين قوانين تعاوننا باش نخدموا المهنة ونخدموا الدفاع ونطوروا من بلادنا. نعم. أشكرك السيد جباري مهدي، محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، شكرا جزيلا على ما قدمته. شكراً. في برنامج العاشرة نوميديا. إذن بهذا نختم برنامجكم العاشرة نوميديا، ألقاكم في برامج لاحقة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.